مثلا قدم العالم، يقول بقدم العالم، أنا سأذكر العناوين فقط. نعم، العالم قديم بالنوع، حادث الآحاد والأفراد. في بيان أن الله تعالى جسم في عقيدة ابن تيمية، التركيب الثابت لله تعالى، الله مركب. في أن الله تعالى محدود من جميع الجهات، الله محدود من جميع الجهات. نعم، الجهة، نعم، في قيام الحوادث بذات الله تعالى، نعم، في استواء الله على العرش بمماسة واستقرار، نعم، بمماسة واستقرار. وهذا كله من كلامه بالحرف، يقول لك هنا موجود. فهذا الكتاب، يعني من أراد أن يعرف ماذا يقول ابن تيمية رحمه الله، هذا الكتاب من كلامه. يعني مثلا من ضمن الأقوال الآن التي أذكرها، يقول: ويوم القيامة الله يجلس محمدا صلى الله عليه وسلم على العرش معه. قلنا من قبل معه، يعني الله لو قال الله يجلس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش ما في مشكلة. لو قال الله يجلس النبي على العرش ما في مشكلة. أما معه، ما معنى معه؟ يعني معه، يعني الله في المكان الذي فيه محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، ليس من أهل السنة، لأنه هو يعتبر الأشاعرة والماتريدية أنه ليس من أهل السنة. فإذا كان يعني يوجد خلاف، الذي يقوله هو لا يقوله أهل السنة. نحن نقول مثلا له رحمه الله، يعني ليس نحن الذي نقول، العلماء مثل يعني من هو أكبر منا، مثل ابن حجر، وما أحد كفره. لماذا؟ مع أنه يلزم من قوله التجسيم وكذا وكذا، لكن العلماء لا يعني يكفرون أحدا باللوازم. نعم، لا شك، يعني عندهم من الأقوال. الآن لو نفتح هذا الموضوع يطول الآن. نعم، نحن بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وآله وصحبه ومن تبعه ده. نحن في الدرس الماضي تكلمنا عن الإيمان بالقرآن الكريم، وتكلمنا الدرس كله دون أن نقرأ شيئا، وبينا معنى الصفة القائمة بذات الله تعالى، ولماذا هي صفة أزلية قائمة بذاته تعالى منافية للآفة والسكوت. نعم، الآن سنقرأ إن شاء الله تعالى. قوله، قول الإمام الطحاوي: وإن القرآن كلام الله عز وجل، منه بدا بلا كيفية قولا. القرآن أصلا، القرآن الذي نقرأه ما هو؟ هو دليل كلام الله. القرآن الذي نقرأه دال على كلام الله، تمام؟ أصل الصفة هي الصفة القائمة بذات الله تعالى، والله عز وجل أنزل هذا النظم ليدلنا على كلامه سبحانه وتعالى.
تمام. فيقول إن القرآن، طبعا قلنا في الدرس الماضي ليس القرآن كل كلام الله، نعم كل القرآن كلام الله، أما ليس القرآن كل كلام الله، تمام مولانا، لأن كلام الله، الله أنزل علينا من كلامه شيئا من كلامه وليس كل شيء، لأن كلامه يساوي علمه، الله عز وجل متكلم بكل ما هو عالم به، والله ما أعلمنا بكلامه كل شيء، ما أوتينا من العلم إلا قليلا كما قال الله تعالى، لكن كيف بدا منه؟ هذا النظم الذي نقرأه نزل من عند الله، لكن الله عز وجل لا يقوم بذاته الألفاظ، حاشا. ما هو القائم بذات الله؟ المعنى، تمام. نزل القرآن الكريم ليس قول أبدا، يعني قول بمعنى اللفظ، الله عز وجل منزه عن ذلك، الله منزه عن قيام اللفظ أو النظم فيه. هو أصلا يقصدون بالنظم اللفظ، ولكن أدبا مع القرآن الكريم يقولون نظم، هو اللفظ. هذه الألفاظ نزلت من عند الله، بمعنى ماذا؟ هذه الألفاظ مخلوقة. أسيادنا، نحن تكلمنا في الدرس الماضي وفصلنا ما هو الصفة القديمة، الكلام النفسي القائم بذات الله تعالى، الله متكلم بكل علمه أزلا وأبدا. أراد الله سبحانه وتعالى أن يطلعنا على شيء من كلامه، شيء من كلامه، تمام. فأنزل علينا نظما مخلوقا، النظم اللفظ مخلوق، تمام، خلقه الله. هذا الكلام المخلوق دال على المعنى القائم بذات الله تعالى. طيب، هل هذا النظم نزل من عند الله؟ لا، نعم نزل من عند الله، لكن ليس قائما بذات الله. يعني أنا أقصد هذا النظم، هل هو يعني الله أعطى المعنى لجبريل وجبريل تكلم من عنده؟ هل الله أعطى للنبي المعنى والنبي تكلم من عنده؟ لا، هذا النظم نزل من عند الله، ولكن هذا النظم ليس قائما بذات الله. ما هو القائم؟ المعنى، معنى هذا النظم. هل قال الله مثلا إن الذين كفروا؟ اصبر 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 مولانا، هذا الكلام كله قائم بذات الله، لكن لا يوجد ترتيب. انتبهوا مولانا، لا يوجد ترتيب، المعاني ليست لها ترتيب، المعاني ليست لها ترتيب. هذا الكلام النفسي كلام الله عز وجل منزه عن الترتيب، لأن ذات الله عز وجل أصلا هي أزلية أبدية بدون زمان، أزلية أبدية بدون زمان، والترتيب يحتاج إلى زمان، فلا يوجد في ذات الله عز وجل هذا الشيء أبدا، نعم. لكن السؤال، المعنى القائم بذات الله كيف خرج منه؟ هنا يقول منه بدا بلا كيفية، منه بدا بلا كيفية. طبعا بعض العلماء يتكلم، يقول الأشاعرة يقولون سمع جبريل عليه السلام كلام الله النفسي،
كان الله إذا أراد أن ينزل قرآنا يسمع جبريل عليه السلام كلامه النفسي بلا صوت ولا حرف. إذن من عند الأشاعرة كيف يظهر الحروف يعني يسمع؟ يسمع اسمع سيدي، لا يسمع أصواتا وحروفا. كيف خرجت مع الأصوات والحروف من جبريل؟ من جبريل. اسمع الآن سيدي، الله سبحانه وتعالى عندما يسمع جبريل، يسمع جبريل، ثم الله عز وجل يخلق في نفس جبريل هذا النظم بدون أي تدخل من جبريل أبدا. هذا قول الأشاعرة. أما قول الماتريدية الذين يقولون لا يجوز أن تسمع الكلام نفسه، لا يجوز أن يسمع، فيقولون الله عز وجل خلق هذا الكلام نقوشا في اللوح المحفوظ، وجبريل كان يأخذ من اللوح المحفوظ. المهم أسيادنا، النظم نزل من عند الله، وليس الله تكلم به، ولكنه لا دخل لأحد فيه. نعم، لذلك قال وإن القرآن كلام الله عز وجل منه، من الله، بدأ يعني خرج وظهر بلا كيفية، لم يتكلم الطحاوي في الكيفية، قولا يعني هذا النظم نزل من عند الله. ما معنى قولا؟ لفظا ونظما، نزل من عند الله، لكن ما لفظ الله به وحاشا. أما هو نزل من عند الله عز وجل بهذا النظم، فقولا نزوله قولا بمعنى لا أحد من البشر أو من الملائكة له علاقة بنظمه، لكن النظم والحروف مخلوقة. نعم، الآن سيبين هذا. إيه؟ تمام. الإضافات تحصل لأدنى ملابسة، انتبه الآن، أدنى ملابسة. مثلا أنت تقول هذه الآن هذا كأس الشيخ يوسف، لماذا هو الذي أحضرها فقط؟ يعني أدنى ملابسة تحصل الإضافة. تمام. مثلا هذه الإمامة عمامة من؟ عمامتي. لو مثلا زوجتي فقط غسلتها أقول هذه عمامة زوجتي، بمعنى أنها أي ملابسة، الإضافة تحدث لأدنى ملابسة. فالآن جبريل ما علاقته بالقرآن؟ حامله، فأضيف إليه، أضيف إليه لأنه هو الذي، تمام، هو الذي ينزله. ماذا قال الآية تتمت؟ إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. أمين يعني هو مؤتمن على الوحي، وجبريل هو الأمين على الوحي، هو قال هذا كلام الله، وإنما أضيف إليه لأنه باعتبار أنه هو الذي نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذر. تمام مولانا؟ واضح تماما؟ غير واضح. إنه لقول يعني لا تفهم. انتبه الآن، أحيانا الحديث تقول هذا قول البخاري، هو ليس قول البخاري، هو قول
رسول الله، لكن قال لماذا أضفت طيب الآن سأزيدك في الشعر بيتا. تمام، يقولون هذه قراءة حفص عن عاصم، هذا كلام الله ليس قراءة حفص عن عاصم. لماذا أضيفت إليه هذا الكلام؟ كلام حفص عن عاصم أو كلام الله؟ لماذا أضيف إلى طيب الآن؟ لأن حفص عن عاصم هو الذي رتب هذه القراءة، فقط أضيفت إليه. تمام، طيب سأزيدك في الشعر بيتا أيضا. يقولون هذا قول أبي حنيفة وهذا قول الشافعي، وكله كله شريعة. تمام، اين الشعر سيدي؟ مرتين قلت لا لا، هذا مثال، مثال لا يوجد شعر. هو يقولون هذا هذا مثل، يعني يقال سأزيدك، يوجد اكثر من نعم. تمام، لماذا يقولون والله قول أبي حنيفة أن الوضوء أركانه كذا؟ هذا قول القرآن، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرأة. قال أبو حنيفة أركان الوضوء غسل الوجه واليدين ومسح الرأس الله يقول هكذا. لماذا أضيف إلى أبي حنيفة؟ لأنه هو الذي يعني رتبه وكتبه. إذا لهذه الملابسة انتقلنا من أنه قول الله إلى قول أبي حنيفة، أيضا غير واضح. يعني عندك مشكلة، ماذا أكثر من هذا؟ أنا ماذا أستطيع أنا؟ يعني إنه لقول رسول كريم، يعني تظن أن جبر ها؟ هذا تكريم نحن عندما نقول هذا ننسب هذه الأقوال إلى أبي حنيفة اعترافا بفضله. عندما نقول هذه قراءة حفص ابن عاصم، حفص عن عاصم، عندما نقول والله هذا رأي سيبوي، هو هذا كلام العرب، إن كان سيبوي ولا ابن جني ولا ابن عصفور هذا كلام العرب. لكن حتى تحفظ للناس أقدارها، فالله عز وجل، أنت لو عرفت الآن سبب نزول هذه الآية تعرف هذا المعنى. الزمخشري بسبب هذه الآية، طبعا بإجماع أهل السنة أن محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق، نبينا عليه الصلاة والسلام، الزمخشري قال لا، جبريل أحسن من محمد عليه الصلاة والسلام، واستدل بهذه الآية، استدل بهذه الآية، قال انظر كم وصف جاء لجبريل، بينما لمحمد جاء وصف واحد عليه الصلاة والسلام، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، كل هذا ست أوصاف لجبريل، والنبي وما صاحبكم بمجنون فقط، أيه أحسن؟ أيه أحسن؟ تمام، حتى نفي الجنون ليس مدحا. تمام، طيب ماذا حصل؟ قلنا البلاغة هو مطابقة الكلام للحال. تمام مولانا، أهل مكة المشركون ما كانوا يشككون في محمد عليه الصلاة والسلام، هو عندهم الصادق الأمين أصلا، لكن كانوا ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، كما قال الله في سورة النحل. فالقرآن يأتي بكلام مطابق للحال، الآن التشكيك بمن؟ بالواسطة، فالله عز وجل بيّن من هي الواسطة، لهذا قال إنه لقول رسول كريم، ليزول الإشكال من عقول الناس. تمام، أحيانا الآن من هنا مثلا يعني أكثرنا فضلا وعلما؟ مثلا شيخنا هنا. تمام،
مثلا كلكم أحسن مني، أما لا أعرف من أحسن من من. أما شيخنا زين العابدين تاج رأسنا، تمام. أو لو نقول أحسن من ذلك، لو هنا موجود الآن الشيخ محمود أفندي حفظه الله، تمام. لكن نحن اجتمعنا، هذا الشاب اسمه كريم، عبد الكريم أو كريم، كريم. هذا كريم متهم لا سمح الله، وهو كلنا نعرفه أنه محترم، لكن جاء إنسان اتهمه تهمة باطلة. الكلام كله نحن اجتمعنا من أجل أن نبرئه، فالكلام يكون حول من؟ حوله. لو بحضور الشيخ محمود أفندي كل الكلام يكون حوله، والله هذا الرجل يا أخي لا نعلم عنه إلا خيرا، هذا رجل فاضل، هذا رجل محترم، لا نعرفه إلا حافظا للقرآن كذا. الناس يقولون والله عجيب، يوجد الشيخ محمود أفندي ويتكلمون عن هذا الرجل، والله يعني هذا غير. لا، هكذا المناسب. بل لو قام الشيخ محمود أفندي حفظه الله تكلم، سيقول هذا الرجل محترم وهذا كذا وهذا. لماذا؟ لأن المقام الآن مقام ماذا؟ تمام. فالآن هذه السورة نزلت لماذا؟ لأجل جبريل، تمام مولانا؟ هناك آية أخرى، هناك آية أخرى أيضا، إنه لقوله سبحانه الكريم وما هو بقول شاعر قريبا لا. هناك المقصود النبي عليه الصلاة والسلام، أو ممكن يحتمل، لكن لما قال وما هو بقول شاعر، وهذا هذه اتهم بها محمد عليه الصلاة والسلام، اتهم أنه شاعر وأنه كذا. نعم، إلا إذا كان المعنى أنهم كانوا يقولون يعلمه شاعر أو يعلم، فيحتمل المعنيين. أما هنا هذه يقينا في جبريل نزلت، إنه لقول رسول كريم ذي قوة إلى آخره، هذه يقينا في جبريل. من هنا استدلوا قالوا جبريل أحسن من الرسول عليه الصلاة والسلام، وأبطل هذا الكلام. أبطل طبعا، أجابوا هذا جوابنا منذ ساعة ونحن نجيب وأنت تنتظر الجواب. ما أجاب علماؤنا؟ هذا الذي أجابوا، قالوا لأن الآن هذه الآيات نزلت لجبريل، لأن الحال لا يعني أنه، كما قلت لما تكلمنا نحن ساعة عن هذا، لا يعني أنه أحسن من الشيخ محمود أفندي. نعم، يا أنت عندكم من المعاني ما ليس عندنا. نعم، الله ينفعكم. نعم سيدي، ايه تفضل. طبعا حار والله. نعم، الحمد لله على هذه النعم. نعم، إذن هذا منه بدأ بلا كيفية قولا، هذه العبارة جدا مهمة، يعني متين هذا الكلام. نعم، وأنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا. الآن الشرح، لما فرغ من بيان التوحيد والنبوة شرع في بيان العقيدة في القرآن، لأن مدار الشريعة عليه. نعم، مدار الشريعة على القرآن الكريم، مدار يعني كل شيء يدور حوله. نعم، ليس في القرآن. نعم، الله عز وجل ماذا قال؟ ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. لكن هل القرآن بين كل شيء؟ بين كل شيء، لكن بماذا؟ قال وما آتاكم الرسول فخذوه. فلما قال هكذا، إذن في القرآن بيان كل شيء، في القرآن وفي كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وأفعاله.
وهو القرآن معجزة دالة على النبوة. وقد اختلف فيه الناس، يعني أهل القبلة اختلفوا فيه اختلاف، يعني قول حق وأقوال باطلة. نعم. فمن المهم بيان ما هو الحق، فقال: وإن القرآن كلام الله، وهو عطف على قوله إن الله واحد، يعني في أول الكتاب، والتقدير: نقول معتقدين إن الله واحد، وإن محمدا عبده المصطفى، وإن القرآن كلام الله، لقوله تعالى. اسمعوا أسيادنا، الكلمة كلام الله تطلق بالاشتراك على ماذا؟ على الصفة القائمة بذات الله وعلى الكلام اللفظي. فلذلك لو مثلا قرأ الشيخ يوسف قرآن وسمعنا نقول هذا كلام الله، بمعنى أنه هنا. اسمع الآن، عندما نقول كلام الله قائم بذاته، كلام الله قائم بذاته، ما معنى أنها هذه الإضافة؟ ما معناها كلام الله؟ يعني صفته. أما عندما نسمع من الشيخ يوسف القرآن الكريم نقول هذا كلام الله، هذه الإضافة ما معناها؟ أنه خالقه ولا مدخل لأحد من البشر فيه أو من المخلوقات. يعني هذا الكلام نص عليه من؟ التفتزاني في شرح العقائد، يقول كلام الله الإضافة كلام الله، وكلام الله بالمعنى الأزلي وبالمعنى المخلوق يختلف معنى الإضافة. ما قلنا الآن، ها، هذه العمامة ممكن تكون ملكك، لكن أنا ألبسها فأقول هذه عمامتي وهي عمامتك. لماذا؟ لأني أنا الآن ألبسها فأقول عمامتي. تمام مولانا. الآن أنا أقول ها هذه طاولتي وهذه طاولتك، أنا لا أملكها، هذه طاولة المدرسة. تمام. فإذا الآن كلام الله يختلف هذه الإضافة عن هذه الإضافة، كل إضافة لها معنى. كلام الله إذا قصدنا الصفة معناها كلام، كلام الله يعني صفته، صفة الله. أما إذا هذا القرآن الآن إلى النظم، كلام الله بمعنى خالقه بلا تدخل أحد. نعم. قال الله لقوله تعالى: حتى يسمع كلام الله. لأن حتى يسمع، هو سيسمع المسموع، ما هو؟ ما هو المسموع؟ الحروف والأصوات، صح؟ إذن هذا هو دليل كلام الله، هذا اسمه بالحقيقة، اسمه كلام الله، لأن هذا ليس بالحقيقة والمجاز. لاحظ، ليس بالحقيقة والمجاز بل بالاشتراك. مثل كلمة عين، هذه عين والجارية عين، حقيقة ومجاز؟ حقيقة في كليهما، ليس مجازا. أيضا القرآن بالمعنى الألفاظ يطلق عليه أنه كلام الله بالحقيقة. اسمع مولانا يا حبيبي يا شيخنا، لأن بعض الناس قالوا لو كان القرآن، لو كان كلام الله هو الصفة القائمة بذاته وهذا قرآن مجاز، المجاز يصح نفيه، من علامة المجاز يصح نفيه. كيف الآن؟ الأسد الذي هو أسد يصح نفيه؟ يصح أن أقول هذا ليس أسد؟ لا. أما لا، لأنه أما المجاز لو قلت هذا رأيته شجاعا فقلت شيخ والله هذا أسد، يمكن يأتي إنسان يقول هذا ليس أسد. فقالوا لو كان القرآن الحقيقي هو القائم بذات الله وهذا مجاز لصح أن ننفي عنه أنه قرآن، هذا اللفظ نقول ليس قرآن،
المكتوب هل يجوز أن ننفيه؟ لا يجوز. إذن هذا أيضا حقيقة. إذن القرآن الكريم أو كلام الله يطلق بالحقيقة بالاشتراك على المعنى القديم وعلى النظم الحادث. نعم. وقال الله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله. وأراد بنفي الكيفية بلا كيفية، ما قال الإمام الطحاوي منه بدا بلا كيفية. نعم. إثبات الآن انظر، سيذكر كلمة ويرد على طائفة خالفت في هذه الكلمة، عدة طوائف يوجد، انتبهوا مولانا. إثبات أزلية، أراد إثبات أزليته ردا على المعتزلة. المعتزلة قالوا حادث، والكرامية قالوا حادث. ما الفرق بينهما؟ الكرامية قالوا حادث في ذات الله، والمعتزلة قالوا حادث في غير الله. انتبهوا أسيادنا. يعني الآن ما معنى أن الله متكلم عند المعتزلة؟ أن الله خلق الكلام في جبريل، هذا كلام الله، أو خلق الكلام في اللوح المحفوظ، هذا معنى أن الله متكلم. على كلا الوجهين. نعم. أشعري والله تريد. لا. المعتزلة قالوا. تمام. المعتزلة قالوا الله متكلم بمعنى ماذا؟ يعني يخلق الكلام. خلق الكلام في جبريل. تمام. الكرامية ماذا قالوا؟ الله متكلم بكلام حادث قائم في ذاته. نعم. وماذا أراد أيضا بنفي الكيفية؟ أراد نفي كونه من جنس الحروف والأصوات ردا على الحنابلة، منهم ابن تيمية. تمام. ابن تيمية يقول وغيره، يعني ليس كل، كثير من الحنابلة يقول الله متكلم بحرف وصوت قديم. أحمد بن حنبل؟ لا ليس أحمد بن حنبل. نعم. أوف. أحمد بن حنبل هم أتباع له، من أتباعه. نعم. نسبوا أنفسهم له. نعم. 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 وذلك لأن، اسمع الآن، سيرد يثبت أن كلام الله أزلي، أنه قائم بنفسه، أنه ليس بحرف ولا صوت. وذلك لأن كلام الله صفته القائمة بذاته، فيكون قديما كسائر صفاته. إذن هنا رد على ماذا؟ أثبت أزليته. نعم. إذ لو كان حادثا، لو كلام الله حادث، أين حدث؟ يقول يوجد ثلاثة احتمالات لو كان حادث. فإما أن يكون حدث في ذاته كما زعمت الكرامية، فيصير ذاته ذات الله محلا للحوادث، وهو لا يجوز. أو لا في محل، يعني حدث، لأن إذا قالوا حدث الله أحدث كلامه في هذا، نقول هذا المتكلم ليس هو. فماذا قالوا؟ لا في محل، بعضهم لا في محل، أحدثه في ذاته لا يجوز الحوادث، في غيره يكون هو المتكلم. ماذا نفعل؟ لا في محل، يقول أيضا هذا محال. لماذا؟ لأن الكلام صفة، والصفة تحتاج إلى موصوف تقوم به. يعني لا يجوز عقلا. يعني. نعم طبعا. يقول أو لا في محل، وهو محال أيضا، لأن الكلام عرض. هذا عرض عموما، الكلام عرض، أما في الله لا نقول عنه عرض. نحن نقول الصفة قائم بالله، لا
ولكن ليس في محل الصفة. هذا القول صح؟ كيف ليس في محل؟ يعني وهو محال أيضا. أصبر. نعم. يعني الصفة قائم بذات الله وليس في محل. يعني نحن نقول هكذا. أنت تقول هكذا. يعني في الله في محل. طبعا في محل لكن ليس في مكان. إذا الآن إذا الآن أنت ما ميزت بين المحل والمكان فهذه مشكلة. المحل لا علاقة له بالمكان. تمام مولانا؟ المحل هو ما 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 تقوم به الصفة متحيزا كان أو غير متحيز. انتبه مولانا. لذلك الصفة تحتاج إلى مكان أو إلى محل. إلى محل. ما الذي يحتاج إلى حيز؟ الجوهر والجسم. ما الذي يحتاج إلى مكان؟ طبعا. لذلك الآن العرض ليس له حيز، ليس له مكان، له محل. الحركة، الحركة ماذا تحتاج؟ تأخذ مكان؟ ما الذي أخذ المكان؟ اليد. أما الحركة ماذا تحتاج؟ محل. اسمع الآن، ما الفرق بينهما؟ أنت تدخلنا من مكان وتخرجنا من مكان. من محل إلى محل. يخرجنا من محل إلى محل. انتبه مولانا، الجوهر أو الجسم يتصور في ذاته ثم يعلم أنه في حيز. أما العرض لا يتصور بدون محل. بدون جوهر يعني. بدون جوهر. لا يوجد عرض أو صفة بدون موصوف، بدون محل. فنحن نقول ذات الله محل صفاته، ما في أي مشكلة. لا يلزم من المحل أن يكون مكانا أبدا، ليس له علاقة في هذا الاصطلاح. فإخواننا فرقوا بين المحل وبين العرض. ماذا يحتاج؟ محل. الصفة ماذا تحتاج؟ محل. الجوهر ماذا يحتاج؟ يعني أيضا سأزيدكم في الشعر بيتا حسب تفسير العلماء أن الجسم هو الذي يحتاج إلى مكان، أما الجوهر يحتاج إلى حيز. فأصبح عندنا ثلاثة أمور: حيز ومكان ومحل. والله أيها الإخوة، حيز مكان طبعا، حيز آخر شيء طبعا. تعرف لماذا ميزوا بينهما؟ لأن لما الأئمة عرفوا التمكن فقالوا هو نفوذ بعد في بعد. نفوذ بعد يعني شيء له امتداد في مكان له امتداد. فقالوا له الجوهر ليس له أبعاد، الجوهر الفرد ليس له أبعاد، وهو يحتاج إلى، إذن ليس متمكنا. قلنا نعم ليس متمكنا ولكنه متحيز. فالحيز أعم، التحيز أعم من التمكن. تمام. هذا هو الآن، ولو يعني أخذناه الآن بشكل. نعم. عرض. أو لا في محل وهو محال أيضا، لأن الكلام عرض. الحقيقة الكلام منا عرض، أما في الله لا يقال له عرض، يقال صفة. نعم. فلا بد له من محل. ها، من محل أو مكان؟ محل. نعم. أو حدث في محل آخر.
فيكون المتكلم ذلك المحل لا خالقه. لو الله خلق الكلام في هوزان تمام، فهل نقول الله متكلم بكلام خلقه في الشيخ؟ من المتكلم؟ هو لا خالقه. نعم. وقول الحنابلة وهو أنه حروف قديمة غير مخلوقة قائمة بذاته أيضا باطل. لاحظ الآن هذا الذي قلت في أول الدرس، أن النظم لا يقوم في ذات الله لأنه يحتاج إلى ترتيب. اسمع الآن سيقول باطل، لأن الحروف تتوالى، يعني يأتي حرف بعد حرف ويقع بعضها مسبوقا ببعض، وكل مسبوق حادث. ولأن الحروف لا تصدر إلا من الآلات وهي الحلق والشفة وغيرهما، فيلزم منه التجسيم، تعالى الله عن ذلك. انتهينا الآن. رد على الكل، رد على من قال إنه حادث سواء في ذاته أو في غيره، ورد على من قال إنه متكلم بحروف وأصوات، لكن بشكل مختصر. ما رأي أحمد بن حنبل في الكلام أن هذا المخلوق يقول هكذا مخلوق؟ يا شيخنا أنا سأقول لك شيئا قبل أن تعرف. أنا قلت لك كل ما يقوله المعتزلة أنه مخلوق نحن نقول أنه مخلوق. أبدا، كل ما يقولون عنه إنه مخلوق نحن نقول إنه مخلوق. ما الفرق بيننا وبينهم؟ نحن نثبت الصفة الأزلية لله وهم لا يثبتونها. يعني انتبه الآن، هم ماذا يقولون؟ القرآن في اللوح المحفوظ مخلوق، نحن نقول مخلوق. في لسان جبريل مخلوق، يعني مخلوق. في لسان محمد عليه الصلاة والسلام مخلوق. في لساننا في المصاحف في كذا مخلوق. لكن هم ماذا يقولون؟ هذا هو كلام الله فقط. نحن نقول هذا دليل كلام الله، هذا دليل كلام الله. فنحن نثبت أن الله متكلم في ذاته أزلا أبدا. هم ينكرون هذا. فالإمام أحمد إذا قال القرآن غير مخلوق يقصد ماذا؟ الصفة. لكن بعض الحنابلة تعصب، أحيانا يحصل ردة فعل. ها؟ هذا الشيخ يوسف مثلا يذهب إلى القبور يدعو الله، هذا ولي صالح، يجوز أنا أذهب. أنا ذهبت إلى الإمام النووي، أنا أعلم أنه هنا تتنزل الرحمات عند الأولياء تتنزل، فأنا أذهب وأدعو الله عند ما في أي مشكلة. فجاء إنسان قال له أنت مشرك، أنت كذا، أنت تفعل، أنت كذا، فماذا شيخ؟ قال ها وسأسجد له أيضا. ها أعرف أنا هذا لا يجوز، لكن نكاية بك أنا سأسجد له أيضا كذا، هذا خطأ. لكن حصل عنده ماذا؟ ردة فعل اسمها. فالحنابلة لما قال المعتزلة كلام الله مخلوق ولا يوجد إلا لا يوجد له صفة، فبعض الحنابلة تعصب وقال لا يوجد شيء له علاقة بالقرآن مخلوق. أخي حتى هذا المصحف هذا الورق قديم، حتى الآن إذا أنا قلت بسم الله هذا اللفظ قديم لا أول له. هكذا حصل. أما الإمام أحمد مستحيل يقول هذا الكلام، والعلماء مستحيل يقول هذا الكلام، لأنه يقول كلام الله غير مخلوق، يعني الصفة، الصفة الأزلية. المعتزلة ينكرون صفة الكلام الأزلية. التفتزاني أسيادنا يقول كل ما يقول عنه المعتزلة أنه مخلوق نحن نقول إنه مخلوق. إن شاء الله القرآن في اللوح المحفوظ ليس مخلوق، إذا اللوح كله مخلوق.
فالإمام أحمد أثبت لله أنه متكلم في ذاته سبحانه وتعالى، هذا لا يقبله المعتزلة. أما الإمام أحمد إن شاء الله يقول هذا الورق القرآن هذا قديم، أعوذ بالله، والله إلا أبو جهل يقول هذا، مستحيل. نعم، واضح أسيادنا؟ وإنما قال، انتهى هذا؟ يوجد حول هذا البحث كلام؟ يوجد سؤال؟ طيب، قال وإنما قال أنزله على نبيه وحيا لقول تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وقوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب. وإنما قال وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، لأن الصحابة شهدوا نزوله على الرسول وتحققوا إعجازه، تحققوا إعجازه، هم أهل الفصاحة وهم يعلمون أنه مستحيل أن يكون كلام البشر، وصدقوا كونه كلام الله تعالى، ثم نقلوا إلى من بعدهم بالتواتر كذا كما نقلوا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ودعوا الخلق إلى إقامة حكمه اعتقادا وعملا، وذلك دليل على تصديقهم، وأيقنوا أنه كلام الله عز وجل بالحقيقة ليس لأدنى ملابسة، يعني لأنه خالقه هو كلامه، لا، حقيقة، هو كلام الله حقيقة، أي علموا باليقين أن القرآن كلام الله تعالى بالحقيقة، كالعلم، كصفة العلم والحياة وسائر الصفات. إيه؟ الصحابة يعني هم يفرقون كلام الله الصفة والمصحف هكذا يقولون؟ طبعا، وإن ما قالوا معقول لا يعرفون؟ شيخنا الآن لو كتب إنسان أو هو لفظ قرأ القرآن هذا اللفظ هل هو قديم؟ هل يؤمنون بصفة الكلام لله؟ صفاته حادثة؟ تمام، إذن آمنوا بالأمرين سواء نطقوا أو ما نطقوا. نحن نعلم هذه الاختلاف ظهر بعد الصحابة، الصفة والمخلوق المخلوق، يعني كلام الله لا يقول لا يختلفون بالمخلوق بغير المخلوق، كلام الله الصفة في الورق، يعني نحن نعرف هكذا صح. لماذا لا اختلاف في الصحابة يعني الكلام يا شيخنا؟ يوجد كلام الله إضافة يعني فيه طبعا. الآن شيخا لماذا لا يتكلمون؟ لا يوجد حاجة، معلوم صفة الله قديمة، وهذا الكلام الذي ننطقه حادث، لا يوجد حاجة للكلام. هم يعلمون كانوا يعلمون. الآن بين المسلمين يوجد كلام في أن فرض الظهر 4 ركعات، يوجد كلام؟ من الصحابة إلى اليوم يوجد كلام؟ بين المذاهب 4 يوجد كلام؟ بين المعتزلة والأهل السنة يوجد كلام؟ بين لماذا؟ لا يوجد مخالف، فلا حاجة للكلام فيه، فلماذا يتكلم الصحابة الكرام القرآن والله صفة الله قديمة ما يوجد أحد يخالف في هذا، فما تكلموا أبدا في هذا الكلام. أما لما ظهر من قال الله ليس له، المعتزلة لهم ليس في الكلام، كل الصفات ينفونها حتى العلم والقدرة وكذا، فجاء من رد عليهم هذا الكلام، فلا يعني أن الصحابة ما تكلموا ما كانوا يؤمنون يعني كما نؤمن. نعم يا إخواننا، هذا علم الكلام للضرورة، للضرورة، لا يحتاج، عقائد الناس سليمة، لا يحتاج أن نتكلم في هذا. نعم،
علموا باليقين أن القرآن كلام الله تعالى بالحقيقة كالعلم والحياة وسائر الصفات، وفيه رد لمذهب المعتزلة حيث قالوا إنما سمي القرآن كلام الله بطريق المجاز لأنه خالقه، ونحن نقول هكذا، لكن هذا عن اللفظي، عن اللفظي سمي كلام الله لأنه خالقه. تمام، طبعا نقبل، ولكن ما هو الذي لا نقبل؟ أن الله ليس له إلا هذا. بماذا نخالفهم؟ نثبت الصفة الأزلية. أرجوكم انتبهوا أسيادنا. نعم، قلنا هذا فاسد، فإن المتكلم حقيقة من قام به الكلام لا من خلق الكلام، كالعالم من قام به العلم لا من خلق العلم في غيره، إذ لو اتصف بالكلام مع أنه لم يقم به باعتبار أنه خالقه لاتصف بالسواد وسائر الألوان المختلفة لأنه خالقه. يعني هل تقولون الله أسود؟ لماذا نقول أسود؟ لأنه خالقه، لأنه خلق السواد. قولوا عن الله أسود. تمام، نقول لا نقول أسود. لماذا تقولون إذن إذا خلق الكلام هو متكلم؟ هذا مثل هذا. فإذن الله متكلم لأنه قل لأنه متكلم، ليس لأنه خلق الكلام. نعم، يلا سنكمل هذا البحث قراءة بسرعة. نعم، أظن الوقت، يلا إلى العشاء، أذن العشاء؟ لا، يلا دقيقتين، يلا لا نطيل عليكم. فمن سمعه، من يسمع القرآن ويقول هذا كلام البشر، هذا كافر. نعم، فمن سمعه وزعم أنه كلام البشر فقد كفر. هذا رد، اسمعوا، حتى الألفاظ نقول هي مخلوقة وبخلق الله وكذا، لكن هكذا نزلت من عند الله. أبدا لا يجوز إنكار أن هذا النظم من عند الله. يعني من أيضا من يقول والله هذا النظم من عند رسول الله، هذا الرجل يريد أن يفتح بابا أنه يجوز التغيير. هذا رد لقول المنافقين الذين كانوا يطعنون فيه بأنه كلام محمد يقوله من تلقاء نفسه من غير أن يوحى إليه من ربه. وقد ذم الله تعالى أيعاب وأوعده بسقر، أي بعذاب النار، لمن قال إنه كأن هذا هنا، هذا من المتن، ها، لكن ما كتبه بالأحمر. وقد ذم الله، أظن هذا متن، لكن هنا ما بين أنه من المتن، لأن أنا أعرف المتن يعني. وأوعده بسقر، أي بعذاب النار، لمن قال، انتبه، هذا كلمة أي من كلام البابورتي، أي بعذاب النار من كلام البابورتي. نعم، لمن قال إنه كلام البشر، حيث قال إخبارا إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. الوليد ابن المغيرة لأنه سمع كلام الله ثم قال إن هذا إلا قول البشر، الله أوعده بسقر. فإذا كل إنسان يجب أن يقيس نفسه، إذا سمع القرآن فقال هذا كلام البشر له أيضا سقر. نعم، فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا أنه قول خالق البشر ولا يشبهه قول البشر. ومن وصف الله تعالى بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار زجر، يعني امتنع. يقول هذا كله تأكيد لنفي حدوث الكلام وجعله من جنس الحروف والأصوات مشابها لكلام المخلوقين. فإن من قال بخلق القرآن وحدوثه وأنه من جنس الحروف والأصوات
فقد وصف الباري بما يوصف به البشر، فيكون هذا القول مشابها لقول الكفار الذين قالوا إنه كلام البشر لما فيه من تشبيه الخالق بالخلق. فمن تأمل في هذه المعاني وبحث عنها وفهمها وقع له الاعتبار، ووجب عليه الانزجار عما يقوله الكفار. طبعا من يقول هذا كلام الله، إما انتبه مولانا، الكفر بأحد أمرين: إما يقول الله ليس له صفة، ينكر صفة الله، أو يقول هذا النظم قول البشر. هذا النظم مخلوق لله، نعم مخلوق لله، لكنه ليس من نظم البشر. الله هو الذي خلق هذا النظم بدون تدخل أحد. يلا. يعني هل أنكر الصفة فقد كفر؟ معتزلة. لا. شو ما فائدته مثلا إجبارهم على إنكار؟ يلا اصبر. عندما قال يعني هو ليس القرآن كلام، ليست مخلوقا. عندما قال هم يجبرونه، ما فائدته لهم؟ ما فائدة أن يقولوا القرآن مخلوق؟ نعم. تمام، سؤال جيد. الله وصف نفسه أنه متكلم، فلا يستطيعون إنكار ذلك، جيد؟ لا يستطيع المعتزلة إنكار ذلك، ولكنهم عندهم أصل. ما هو؟ أن القديم لا يوجد إلا الله، لا توجد صفات قديمة. انتبه، لا يوجد صفات قديمة. طيب والله متكلم، كيف يوفقون بين هذين الأمرين؟ كيف يوفقون بين الأمرين؟ أن الله متكلم وليس له صفات قديمة. ذاته يعني بذاته متكلم، خلق بذاته. كيف بذاته وهو الناس يسمعون كلامه؟ تمام. فلذلك قالوا نقول بالأمرين معا. ما هما الأمران؟ الله متكلم وليس له صفة قديمة. كيف متكلم؟ نقول كلام الله مخلوق. كيف مخلوق؟ ما كلام الله؟ خلق في جبريل، خلق في جبريل كلاما، فهذا هو أن الله متكلم. ما وضح الأمر؟ هذا موجود أستاذ، يعني هذا المثال إن مثلناه هو يقرر على الذهن كيف استقبل جبريل عليه السلام هذا الوحي، يعني هو تحول إلى رموز بسبب خلق الله في جبريل عليه السلام شيئا، استقبل هذا الكلام، استقبله رموز الحروف. فالحاسوب أيضا هو يستقبل هو رموز في البداية ويحوله إلى حروف. ما في مشكلة، لكن الله عز وجل يسمعه تمام جيد، يسمعه كلام ويخلق فيه نظما، إما يخلق النظم في اللوح المحفوظ أو في جبري. تمام، ممتاز، كلامك جيد. غير معرب، إذا رأينا وضعنا هذا الملف فيه ملف لغة عربية كلام عربي يخرج رموز، مربعات، دوائر، مستطيلات، لا يخرج حروف. إيه طبعا طبعا، كله هكذا. نعم. كل احيانا عندما يمكن اسمه الداتا او كذا، هذه يعني ما هو، كيف انت ترى هذه الاشياء، هي في الحقيقه كلها رموز غير مفهوم. نعم. وعلم ان الله تعالى بصفاته ليس كالبشر، هذا كله، هذا عطف على ماذا؟ على قوله فمن ابصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر. نعم، وعلم، يعني من أبصر علم أن الله تعالى بصفاته ليس كالبشر،
فإن صفاته قديمة قائمة بذاته ليست بقابلة للزوال، وصفات البشر حادثة كذواتهم قابلة للزوال والفناء والكيفيات والكميات، والله تعالى متعال عن ذلك كله ليس كمثله شيء، والحمد لله رب العالمين. سؤال بسيط. ايه سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام أبو البشرية، ايه هل هو رسول أو نبي؟ هو نبي، نبي طبعا، لأنه ثبت أن الناس يوم القيامة يقولون في البخاري ومسلم، يقولون لنوح أنت أول رسل الله، يقولون أنت أول الرسل، فدل هذا على أن آدم نبي وليس رسولا، هذا لا أعلم فيه خلافا، اتفاق. لا يوجد إجماع أولا، إجماع على نبوة آدم عليه السلام ليس على عدم كونه رسولا، أولا إجماع، يعني هذا في عليه إجماع، تمام. والله عز وجل يعني أنا لابد أنه يوجد في الحديث، أنا لا أعلم الآن، لا أذكر حديثا، أما بالإجماع أن آدم نبي عليه الصلاة والسلام. ينفون نبوته هكذا او انه رسول لا اعرف تماما يعني. لا لا، هو اول الرسل نوح. نعم، اول الرسل نوح. طبعا الان يوجد خلاف كبير بين ما معنى، ما الخلاف بين الرسول والنبي؟ هنا في تركيا يقولون بابامز ادم بابا، نعم ابي ابي، نقول ابي ادم، تمام، أبونا آدم ما في، لكن لا يعني أنه ليس نبيا. إثبات الأبوة لا تعني نفي النبوة. لماذا ما يكفر المعتزليون؟ لا تحزن، علماء ما وراء النهر كفروه. نعم، لا تخاف، لا تحزن، يعني عندك أوزبكستان وكازاخستان وأفغانستان وكل تركمانستان قرقزستان، كل بلاد ما وراء النهر، نعم نهر سيحون وجيحون أو جيحان وسيحان وجيحان، طبعا هذا في الحديث أن هذه أربعة أنهار من الجنة. نعم، يعني نفي الصفات يجب الكفر يعني. اسمع الآن، اسمع، ليس بهذه ليس بهذه كفروهم، يوجد أشياء كثيرة، يعني أكثر شيء أنه يوجد خالق غير الله، أن العبد يخلق أفعاله، طبعا أوف. إذا قالوا العبد يخلق أفعاله أيضا نفوا القدر، الله لا يعلم الغيب، الله أصلح يعني للعبد، نعم الله لا يعلم الغيب، الله لا يعلم، ما معنى نفوا القدر؟ وجب على الله أن يصلح. طبعا هم حتى لا هم عدة، حتى المعتزلة ليسوا فئة واحدة، فيما بينهم مختلفون. نعم، فعندهم يقولون يجب على الله أن يفعل هذا ولا يجب أن يفعل هذا، قالوا بخلود مرتكب الكبيرة في النار، فيوجد أشياء كثيرة بمجموعها يكفرون، الله أعلم، إن فروا من هذه لا يفرون من هذه.